صباح الخير، صباح النور، والتحية لكل الناس اللي يتابعوا فينا على ترددات نسمة على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم من باردو. باردو بلاد خليني نقول البوفوار من قبل، لكن باردو زاد يحفظ لها التاريخ، وأنه فيها هي تحت المعاهدة متاع أجا من هنا متاع الحماية الفرنسية. دونك باردو اللي هي اليوم أبعد له أمين بالله ما يسالش، وباردو زاد كيف أبار الحماية هي اليوم مقر السلطة التونسية، لأن السلطة الأولى في تونس هي مجلس نواب الشعب، وذاك علاش احنا رجعنا لهنا. اليوم زاد السلطة في يد المجالس البلدية، دونك اليوم هذاك علاش زاد جينا لهنا، لأنه باش نوجهوا رسائل للبلدية وراء البلاكة نتاع باردو. يعني دوب ما تدخل الباردو ديريكت وراء البلاكة باش تعرضك هالسوق هذية. اسكو هذية سوق نجم نسميوها سوق؟ سا ديبون. اليوم كي نشوفوا التاريخ نتاع باردو، نشوفوا الحنايه لهنا، انا حكيت على المعاهده اللي امضاها السيد قبيل لهنا في مقر اليوم اللي فيه مجلس نواب الشعب في نفس البلاصه هذيك. الطاوله مازالت موجوده اللي تشهد اليوم على دخول الحمايه الفرنسيه اليوم في هالمنازل هذيا والدار هذيا، باش نشوفوا الحاله نتاع السوق. سوق مزريه، مش كان لهنا، حتى في حيفا تما برقيبه باش نلقاو سوق المرأة متعدية تقول لي أتعس من مزرية. دونك هذا يغنيني تقريبا عن كل تعليق. أنا اليوم مانيش باش نعلق برشا، مش لازم نعلق برشا، خلينا نخلي الصور هذايا وخلينا نذكروا اللي قاعدين في مجلس نواب الشعب أنهم يتعداوا من هنا يجيوا يشوفوا الحالة اللي عليها الناس اللي تخدم هنا. اسكو هما لام هما محميين ولا الناس اللي يسكنوا لهنا زاد كيف محميين؟ دونك نبداو الجولة نتاعنا أمين. وديما خوذ هذيك اللي كانت السوق، هي كانت غادي السوق وخرجوا منها الناس وقعدوا منتصبين لبرا، لانه هذه ارض تتبع معناتها تتبع وزاره الدفاع الوطني، والجيش سور للوطن. هكا تعلمنا واحنا صغار، ما نتصورش وانه الجيش باش يرفض وانه هذه يقع تاهيلها وتولي سوق باتم معنى كلمه. هذوما الناس ما نتصورش هما قادرين باش يخدموا في الشتاء، ولا زاد قادرين باش يخدموا اذا كانت الدنيا تسخن برشا. صحيح ولا مش صحيح؟ ولا ما يسمعوناش؟ ما يسمعوناش. امين انت خذ البلايك ساعه هكاك. ايوه شاو، انا جايين على عام تاع انتخابات كيجرد او البوري ب 9000 ب 10000 9980 لهنا 15980. شنو القرنيط هذاك؟ القرنيط راهو داكوردو ميسالش. خلينا نمشيو غاديك وين ثم الثلج على الاقل. مالا شنو؟ مالا شنو؟ وين الفلوس؟ لاباس علي. الفلوس وين؟ ما ثماش فلوس اخوي، عندنا عباد الفلوس. يعطيني توا الاسوام لهنا ريت النزل. تري له 13000، سردينة هذا اللي ب 600. شورو ب 4000. شنو هي سردينة محشية باش تعمل؟ ساردة الساردة هذيا الساردة. كيفاش؟ حتى السردينة ما عادش نخلطوا عليها. جملة؟ جملة، أنا عندي صبعة صغار ما عادش نخلط عليهم. ربي يفضلهم لك ساعة مدام. برا نمشيو هنا. باهي خلينا نمشيو من هنا احنا ساعة. قد ايه البتراف؟ صاي المرشي صاي صورناه. قداش البتراف؟ 2000 الكيلو. 2000 الكيلو؟ ايش عملت البارح في الطرح نتاع الشكوب بس؟ هات صحيح. رابح زوز تراح البارح، رابح تروحين، رابح تروحين. ربحهم كنا نحكيو عليه احنا المرشي هذاك اللي هو تبع. ادخل المرشي. بالله يا ما يسالش ندخلوا ناخذوا بانو على المرشي وكهو هذاك اللي احنا حكينا عليه تويكا. هاك خذ بانو من هنا. البلديه مسنه ب 7 مليارات خويا. اش بها البلديه؟ صلحوا لنا المرشي، قال لك البلديه مسنه ب 7 مليارات. هنا نوجهوا رساله احنا لرئيس البلديه. هذا السوق اللي كانت فيها العباد كانوا يخدموا محميين خرجوا برا لانه ماهيش ظروف تاع خدمه، تراب من لوطه حتى كان باش تحط الحوت غاديك برجوليه راهو ما يجيش. فوالا قصدير من فوق. يخرج يخدموا برا تنقدوكم المرشي. توا ما قدوناش. يا 10 سنين ونحن نستناونا. يا رسول الله. كان قدو واحد قال لك لا تقدوا البلديه، ما قدوش البلديه. جابوا شكارة سيمان. هاي رسالة احنا. شكارة سيمان جايبينها لهنا، القصه منه عظمة شكارة سيمان جايبين. هذه بلدية برد. هاي بلدية برد، مطعم برد. ما يسالش بالله يا رئيس البلدية بربي تفكر هالسوق هذي. ناس عيال هنا محمد علي. عيال هنا يخدموا فيه المرشي. جايبين شكارة سيمان. اش باش تعمل شكارة سيمان؟ اش باش تعمل؟ مشاكل وبرويت رمل. وبرويت رمل. شكارة سيمان. خلينا نقدم عاد، ما يسالش. خليني نقدم، ما يسالش. ما سمعناك اختي العزيزة، ما يسالش. خلينا نقدموا، ايش نقدموا؟ قال ربحت. والله لما نمشي القهوة اليوم ونسأل شو عملت أنت؟ ربحكم البارح؟ ما ربحكش؟ ولا تروح يا سي محمد علي.
لا ظاهر ظاهر هو خسر على خاطر النصبه فارغه، السرميه حتى غاديك بطاطا بدينار و200 عفوا نمشي امين بالله. راهو ذي حال الناس اللي تخدم البرة بربي صبر صبر. نعم هاني ماشي بعدها هاني ماشي بعدها. هاو اليوم يزينا يا ولدي يزي يا ولدي يزي يزي قول له يزي من بوش. صباح الخير وين البلايك اخوي تو نقعد نسال انا تو هكا نخدم بالماء ونخلبز. ها باش تحط باقي قداس في الناريا؟ في الناريا؟ اي 800 الكيلو ها؟ والبصل؟ البصل 1500 ربع. باهي 800 ربع 800 اي هي 800 بشوي شوي تكش انت ساعة. لا ما نتغشش انا. لا اللطف عليك اي باهي 800 باهي يزيها يزيها هكا هكا 800 يا ولدي باهي يا اسمع يا بابوش على سميني بابوش عليه ما سميتكش انا كمل خدمتك على روحك تقربع اليوم في مخه تقربع صحيح ما عادش هي هاكو هاك تشوف الحاله بون هي هي يمكن لهنا المرت بلوله تحتلها الفريب في السوق هذيا اذا كان نجم نسميوها سوق رانا احنا في باردو في باردو في مركز السياده خليني نقول مجلس نواب الشعب بعيد علينا تقريبا 400 متر وكان طارت دونك نكملوا غادي فينا كل فريز يا امين ونشوفوا ايواش شوف لهنا سلام اهلا بيك لاباس هاي خذ خذ الغله خذ الغله الفريز هاكا ب 1800 طل الدقله لهنا ب 8500 واحنا على ابواب رمضان خذ المالتي هذاك بدينار و200 التفاح بثلاثة وأربعة الحلو بدينار و6 عفوا البطيخ بقداش الفيل ها مازال فيل هذايا هاي برا خويا نكملوا غاديك صباح الخير عسامة بنات مرحبا مرحبا أهلا بكم أهلا بكم امين انت تعمل مسفوف ما في رمضان حق انت ما كيما عم ناول اي او كم دينار و500 عفوا اسمع محمد علي يسال فيه شنو كي عم ناول تو هو يجاوب تو هو يجاوب برخ نكملوا بك البطاطا عفوا الله غالب الكراج ما عادش فيهم اي واش اهلا بيك هاي البطاطا يا خويا ما قالوا لنا ما ثماش سوم الاسوام هذيا صور احنا هنا خلطنا على غفله خليهم يعرفوا هذه قاعده تتباع في بلاصتها بدينار و700 مليم دونك هاي جا واحد من زندوبه قال لي بتاخذ بطاطا مع القضيه في زندوبه بلاد بطاطا اي بلاد بطاطا في بوسالم اي هاو بيعوا فيها بالقضيه اي مسالش والله ما نعرف على خاطر ناقصه البطاطا وكهو هي قاعده في بلاصتها تتباع ب 1700 دونك البطاطا الشكاير هذيك الشكاير هذيك اللي بدينار مقاومه اه ما حلوه ما تجيش مقل دونك هذايا سوم البطاطا بالله خلينا نكملوا به هو وهكا نكونوا كملنا جولتنا اليوم في باردو في مركز السياده اللي الناس مطيشه لبرا في انتظار ان البلديه تتحرك وتنظم السوق اللي موجوده لهنا دونك نتقابلوا غدوه باذن الله في موعد متجدد مع التسوق والذوق